أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض النساء يأكلن التراب خصوصا البدو في أرض النفود، فهل يقال لهن إن ذلك حرام؟ تراب؟ أي نعم. هذا من الناحية الصحية، هذا يراجع فيه الأطباء، إذا كان يضر على الصحة فهو لا يجوز. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان يضر بالصحة فهذا لا يجوز. نعم.